السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين قناة مينات مينات. الفلوس اللي محطوطة ديت مش فلوس عاملة عليها مسابقة، الفلوس دي شرح أول ليسون في شابتر 1 اللي هو ليسون 61 في الماس بتاع الصف الثاني الابتدائي. الأول بعمل لايك واشترك في القناة معي علشان إن شاء الله هنبدأ الترم التاني للصف الثاني الابتدائي لجميع المواد بإذن الله. طيب الاول لسن عندهم لسن باسم ماني، ماني اللي هي الفلوس. الكلمه عموما ماني الدرس ده ما يهمنيش غير كلمتين، كلمه اسمها كومباين ظهرت لكم على الشاشه، وكلمه اسمها دي كومبوز برضو ظهرت لكم على الشاشه. والكلمه ديت كنا خدناها الترم الاولاني ان معناها نفكه. كومباين المختلفه هي اللي معناها زي يتحد، او اللي هو مثلا هيتجمع مع بعض عشان يديني المبلغ الاساسي. طيب ايه الدرس ده مهم جدا؟ انا شايف ان الدرس ده اكتر ما هو شرح عملي يبقى افضل، يعني اما تشرحيه اشرحيه عملي اكتر ما هو تشرحيه كدرس. تمام، ليه؟ لانه هينفعه في حياته الشخصيه، والطفل اللي بيعرف مثلا يفك الفلوس او عارف ان ديت قيمتها كام هو الدرس هيبقى بسهوله جدا معاه. طب والطفل اللي ما يعرفش الكلام ده، فانت حضرتك ابداي دربيه دلوقتي وعلميه دلوقتي. مبدئيا في البدايه انت لازم تمسكي له الورقه وتعرفي له، يعني مثلا اسمها 100 باوند. 100 باوند كلمه باوند لازم يعرفها، باوند معناها جنيه، وكمان ساعات بتتكتب ال اي. ده بداية الفيديو. طبعا الفيديو النهاردة المرة دي هيبقى مختلف لانه هيبقى شرح بالصور اكتر ما في كتاب، لان انا لحد دلوقتي ما وصليش الكتاب، فعلشان كده نزلنا جزء من كتاب معين وقلنا هنشرح منه لحد ما ان شاء الله يجي كتاب المعاصر ونشتغل بيه. طيب يبقى دلوقتي 100 باوند لازم تمسكي له الورقه وتعرفوها له وتوريها له، مش يعني على الحقيقه، وعلى الحقيقه جدا كمان. تمام، 10 باوند ولازم توريها له وش وظهر، 10 باوند وتوريه 5 باوند وتوريه ال 50 باوند وتوريه 20 باوند. طيب ده دلوقتي احنا عشان نعرفه شكل الفلوس. الحاجه الثانيه بقى وكمان تعرفيه ال 1 باوند اللي هو الجنيه بالشكل الفضة وشكل الورقة. تمام، الحاجة بقى اللي احنا لازم نعرفها نعلمه كمان ازاي يعمل كومباين للفلوس، يعني ازاي يعمل سوري ديكومبوز للفلوس اللي هو زي يفك الفلوس. طبعا الكلام ده كله هيتشرح خلال الفيديو، عشان كده تابعوا معي. انا بس دي مقدمة لشرح الدرس الاولاني. لازم تعرفي ان التين باوند دي عبارة عن 5 plus 5 pound يديني ده كده حصل له التاني دي حصلتها ديكومبوز اتفكت، عشان كده اديتني الفايف باوند والفايف باوند. لكن اما الفايف باوند والفايف باوند يحصل لها كومباين هتدي لي التين باوند. طيب تعالوا بقى نشوف الشرح الفيديو بالملزمة بالورق اللي معانا لحد ما الكتاب يجي هنشرحه ازاي. تابعوا معايا الفيديو للاخر علشان فيديو مهم جدا، والجزء بتاع الماني مهم جدا، وزي ما قلت لكم في كلمتين مهمين في الدرس ده، كلمه كومباين كلمه ديكومبوز. ادي الكتاب معانا اهو، وبصوا كده زي ما موجود معانا جايب لك اول حاجه شكل الماني. اسم الدرس بتاعنا ماني، لازم نحفظه جدا. لازم نحفظ ان شكل الجنيه اسمه 1 باوند 5 باوند 10 باوند 20 باوند 50 باوندز 100 pounds 200 pounds. وكمان لازم نأكد على الطفل ان مثلا ما فيش حاجة مثلا اسمها 23 pound مثلا مرة واحدة، يعني 23 دي مش مرة واحدة، لأ هي الحاجات اللي بتبقى ورقة واحدة اللي هي 1 pound 5 pound 10 pound 200 pound. ودي نركز في الكلمتين، كلمة compound وكلمة decompose. كومباوند معناها ان احنا هنكون من عملات صغيرة عملة كبيرة، ودي كومبوز معناها ان احنا هنفكه. هذه الجزء الثاني من الدرس، هو جايب لك دلوقتي الفايف باوند ومقسمها لك. يعني ايه فايف باوند؟ يعني وان باوند بس فايف تايمز، يعني وان باوند بس خمس مرات، او بمعنى اصح ان الفايف باوند اما نعمل لها دي كومبوز هتديني 5 times of 1 pounds. تمام،
خمس مرات من ال 1 باوند. طب ال 10 باوند تعمل لها ديكومبوز ازاي؟ ديكومبوز يعني 5 باوند بلس 5 باوند. طيب ال 20 باوند ديكومبوز بتاعها ازاي؟ 10 باوند بلس 10 باوند. طب ال 50 باوند، ال 50 باوند بقى بتبقى ما بتبقاش، يعني ما فيش حاجة عرفيني، ما فيش حاجة اسمها عشان ما يعملكيش النص بالنص على طول. فال 50 باوندز عبارة عن 2 20 باوند بلس 20 باوند بلس 10 باوند، ال 100 باوند 50 باوند و 50 باوند، ال 200 باوند 100 باوند بلس 100 باوند. يعني الورقة دي مهمة جدا للطفل اللي لحد دلوقتي مثلا ما بيعرفش يفك الفلوس او ما بيعرفش يعمل ديكومبوز. ديكومبوز معناها يفكه، تمام؟ فالورقة دي مهمة جدا جدا، يعني لازم يحفظها لحد بس ما مخه يكبر، واول مخه يكبر هو لوحده هيبدأ يستوعبها. طبعا الناس اللي لسه داخله معانا، احنا ما بنشرحش بالطريقه دي، احنا بنشرح بكتاب المعاصر. بس الكتاب مش متوفر معايا ومع ناس كتير لحد دلوقتي، فعلشان كده لجأنا لطريقه الصور عشان نبدأ وناخد فكره عن المنهج بدري بدري. تمام، انا دلوقتي عندي اهو صفحه تانية، نوعيه من الاسئله، ان هو مثلا بيجيب لي الماني ويقول لي الماني ده كام بالظبط او عدها. فطبعا انا هعود ابني دايما ان هو لازم يقرا، يعني مثلا لو حاجه 100 لازم مثلا يشوف دي كده 100، وبعد 100 معروفه هي بتتحط في البليس فاليو بتاع ال 100، وبعد كده لو مثلا ال 1 باوند 5 باوند اي الكلام ده كله بيتحط في الوانس، تمام. والتنس هو عباره عن ال 10 وال 20 وال 30 وال 40، تمام. وطبعا اعرفوا ان السيرتي عباره عن 3 تايمز اوف 10 باوندز، بالعربي كده يعني السيرتي باوندز عباره عن 10 باوندز بلس 10 باوندز بلس 10 باوندز، يعني 3 مرات من ال 10 باوندز. علميه دايما ان عينه تقع على الشيء الكبير، على الماني الكبير الاول، تمام. يعني تعالوا نشوف السؤال نمبر بي. السؤال ده عشان نحله، او كل عموما الاسئله A B C اللي هو عشان نعمل كومباين للماني، بنعمل بلاس، عمليه بلاس. يعني مثلا سؤال نمبر بي، انا عندي 50 وعندي 20 وعندي 10 وعندي 1، فكل ده هعمل له بلاس. هعمل بلاس 50 مع 20 الاول، 1 مع 1 و 10 مع 10 هتطلع لي في الاخر 70. هاخد ال 70 واعمل لها بلاس مع 10، 70 بلاس 10 هتطلع 80، وبعد كده ال 80 هاخدها واعمل لها بلس مع ال 1. بس ال 80 مع ال 1 يعني ال 1 هيجي مكان الزيرو، هيشتغل على ال 1 مش هيشتغل على ال 10، ملوش دعوه بال 80 خالص، هيجي على الزيرو اللي فيه ال 80. هتبقى 81 باوندز. بص السؤال نمبر سي، جايب لك ورقه فيها 200 باوند، بس وراها ورقه تاني 200 باوند، يبقى معناها ان انا بيقول لك اعمل هنا 200 باوند بلس 200 باوند. اوعى يضحك عليك، في الماني بالذات او في الفلوس بالذات لازم بنحسب كل شيء، كل ورقه بنحسبها. 200 باوند بلس 200 باوند هيديني، طبعا بنبدا بالوانس 0 بلس 0 0 0 التاني بلس 0 0 وال2 بلس 2 4، يعني 200 باوند بلس 200 باوند ايكوال 400 باوند. واكتب فوقيهم احسن زي ما انا هعمل كده علشان خاطر ما تنساش ان 200 باوند مع 200 باوند دالي 400 باوند، عشان لسه هندخل على اللي بعديه. جايب لك بعد ال 400 باوند 3 ورقات، وكل ورقه فيهم فيها 50 باوند، فهنضطر نعمل 50 باوند بلس 50 باوند بلس 50 باوند. يلا نعمل بلس مع بعض، 0 مع 0 مع 0 ايكوال 0. طيب يلا بقى الدور على ال 5، بس خلي بالك انت معاك 3 5، يعني 5 بلس 5 بلس 5 ايكوال 5 و 5 10، و 5 عليهم كمان بعد 10 11 12 13 14 15، يبقى هنحط ال 15 جنب ال 0. يلا نقرا النمبر على بعضه، 150 هنكتبها عليها هي كمان 150. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد بقى ال 400 اللي احنا كنا طلعناها ونعمل لها بلس مع ال 150. اوعى تيجي تعمل البلس غلط، احنا بنعمل 0 بلس 0 اللي هو في الوانس مع الوانس هيتحط في الزيرو في مكان الوانس، وال 5 بلس 0 هتطلع 5 في مكان التنس، وبعد كده ال 400 مع ال 100 هتطلع 500 في مكان ال 100.
طيب يا ترى المسألة خلصت على كده؟ لا طبعا ما خلصتش، انت مش شايف اللي لسه فيه كمان 5 باوند و2 باوند؟ ال 5 باوند وال2 باوند ده ما نعمل لهم بلس هيطلعوا 7، فهناخد ال 7 ده ونعمل لها بلس مع مع مين بقى؟ مع ال 550 اللي كان طلع لي من البلس بتاع ال 400 وال 150 باوندز. طبعا خد بالك ان ال 7 دي وانس، يعني هتتجمع مع الوانس اللي هو الزيرو، يعني 7 بلس 0 هيبقى 7 زي ما هي، فهيبقى الرقم اللي هيطلع لي 557. طبعا انتوا زي ما شايفين ان الليسون الماني عايز تدريب كتير جدا للولاد، مش سهل زي ما الكل متوقع. ده نوع تاني من الاسئله اللي هو مور ذان او ليس ذان، كل رقم الطفل يحسبه يبدأ يعمل بلس للرقم اللي يعني يعمل بلس للمبلغ كله، علموه ان هو يكتبه فوق الرقم علشان ما ينساهوش، وكمان لازم نعمل بلس لكل ورقة موجودة حتى الوان باوند. وركزوا معاهم جدا في حكاية ان الوان باوند لحد الناين باوند بتضاف في خانة الوانس، تمام؟ ولكن اللي بيزيد 10 باوند يعني الفيفتي مع التويني ده بيزود التنس، ال 300 مع 200 بتزود لي ال 100، عشان البلس النقطة دي بالذات مع الولاد بيتلخبطوا فيها، يعملوا بلس بلس وانس مع تنس، فده اللي بيلخبط الولاد. وطبعا الكلام ده عايز تدريب كتير جدا جدا جدا. انا هخلص الفيديو على كده عشان ما يطولش عليكم، عشان هو النهاردة انا عايز اشرح الجزئية دي بس، خاصة جزئية ان يعني ازاي نعمل بلس للفلوس مع بعضها عشان يديني المبلغ النهائي. فعلشان كده ده عايز تدريب كتير منكم للولاد، علشان جزئية مش سهلة، لازم تتأكدوا ان هو هيبدأ يعمل مثلا عملية البلس صح، دي اهم نقطة واصعب نقطة، اللي يعمل ازاي كومباين صح. كمان تبدأوا تدربوهم على موضوع فكرة الديكومبوز للمبلغ، يعني مثلا ال 100 تعمل لها ديكومبوز لل 50 وال 50. طب ممكن يكون عايز يفك واحدة فيهم، يعني مثلا يبقى ال 100 اتفكت مثلا او يعمل لها ديكومبوز لل 50 100 بلس 50 100، فال 50 100 دي هتفكوها لي، فكوها لي يعني هتطلع كام؟ 20 باوندز بلس 20 باوندز بلس 10 باوندز. الكلام ده كله عايز تدريب، فعلشان كده مش عايز ازود الفيديو على الفاضي من غير تدريب الولاد ويبقى شرح وخلاص، احنا لسه ما دخلناش في الترم التاني علشان خاطر يعني ابقى مستعجله قوي. فعلشان كده لازم تدربوا الولاد على الفكره دي، وان شاء الله الكتاب يجي لي في اقرب وقت ونشرح من الكتاب مباشره. انا خلصت الفيديو، واللي في عنده اي استفسار ممكن يكتب لي في الكومنتس تحت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، علشان ان شاء الله اول ما توصل لنا الكتب نشتغل مع بعض من الكتب الترم التاني كله. شكرا ليكم جدا، واخر ختامي صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليكم.